تعرفشي بمساهمة السجل الوطني للمؤسسات أغانو. في تعرفش اليوم نحكيه إلا الناس اللي يهمها التسجيل سوى شركة وإلا مهنة حرة وإلا تاجر وإلا جمعية وبيان سور هكاكا يلزمك تقوم ديما بتحيين الملف متاعك في السجل الوطني للمؤسسات وبش يقوم بعملية التحيين وتبدأ أمورك منظمة لازمك تتوفر عندك جملة من الشروط والوثائق. الشروط والوثائق هذية متوفرة ومفسرة كما يلزم حسب الشكل القانوني للمؤسسة في الدليل الجديد للإجراء اللي خاص بالتسجيل والتحيين بالسجل واللي هو يضم قائمة مرجعية تشيك ليست كاملة اللي تلقاها على موقع الانترنت قيدوا عندكم www.registre-6entreprise-s.tn باش كي تقدم من بعد الملف متاعك ما يكونش ناقص وإلا يترفض وهكاك تعرف زادة الأجال وتتجنب غرامات التأخير. والسجل زادة يوفر لكم مطبوعة واحدة ومبسطة سهلة في التعمير متاعها باش تقوم بالتصريح بإيداع الملف. وما تنساش زادة وتأكد سخطو النقطة هذه أنك يزمك تحط رقم الهاتف الجوال والبريد الإلكتروني باش ينجم السجل يتصل بكم إذا ملفاتكم فيها أي إشكال. هذه إجراءات مبسطة بيان سور في انتظار أنه يوفر لكم السجل إمكانيات الإيداع الإلكتروني الملف في أقرب الأجال. وإذا حشتكم بأي استفسار تنجموا تتصلوا بالرقم اللي هو 70 248 170. وكما تعرفوا أنه تنجموا تتبعوا أهم الأخبار والتحيينات على صفحة الفيسبوك الخاصة بالسجل الوطني للمؤسسات Registre National des Entreprises ومع السجل الوطني للمؤسسات مع بعضنا نقدمه. تعرفشي